أكيد. أول شيء الحمد لله على الصحة تاعي، والحمد لله على كل شيء. هاي كرة القدم فيها إصابات، فيها هاي كرة القدم نجم تصير لك أي حاجة في المباراة، لكن الحمد لله أنا الحين بخير، ونطمن الجماهير الجزائرية والعربية على صحتي الحمد لله. أمس سويت كل أشعة مع الدكاترة، الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله الحين راني 100%، وإن شاء الله نجهز المباراة الجاية إن شاء الله.